بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ولا تحسبن الذين
بل احياء عند ربهم يرزقون. بل احياء فرحين بما آتاهم الله من ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا ربهم يرزقون.
وَأَنَّ اللَّهَ
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم call.
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا
لا تقضوا في الميزان.
حاسبكم به
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. لله ما في السماء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء
والله على كل شيء قدير. كلنا آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كلنا آمن بالله
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر. والشفع والوتر والليل إذا يسر. والليل إذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فيها الفساد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا الأرض ذكا ذكا
صدق الله.